شنو واقع ما بين رومانيا والنمسا بخصوص البلان ديال شينغن؟ واش بصح رومانيا عندها حظوظ كبيره انها تدخل شينغن هذا العام مقارنه مع المره اللي فاتت؟ شنو اخر الاخبار اخر المستجدات اللي واقعين هذا العام؟ السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على اخر الاخبار بخصوص هذا الفيلم هذا اللي ما بغاش يسالي من العام اللي فات. كما عقلتوا انني درت لكم فيديو وتبعنا الاخبار، تبعنا اخر المستجدات اللي كانوا المره اللي فاتت العام اللي فات في ديسمبر. كلشي تصدم بالقرار ديال النمسا اللي رفضت رومانيا في اخر دقيقه، حاجه اللي ما كانت تحت كتوقعها. كلشي كان مركز على هولندا اللي كانت كترفضها سنوات، اللي اكسبتات حتى هي في اخر اللحظات، في حين ان خرجت النمسا ورفضت الملف ديال رومانيا. دونك واحد الفيلم اللي ما بغاش يسالي. رومانيا بطبيعه الحال ما عجبهاش القرار، وبزاف ديال البلدان الاوروبيه ما عجبهمش القرار ديال النمسا اللي غير مبرر. النمسا كتقول بانه مشكل ديال الهجره اللي جاي من رومانيا، في حين ان اكسبتات الدخول ديال كرواتيا لشينغن اللي كتعتبر بوابه ديال الحريق اكثر من رومانيا. هادشي اللي خلى رومانيا ما تفهم حتى شي حاجه، وخلينا حتى حنايا والناس كاملين انهم ما يفهموش شنو هو الموقف ديال النمسا. العام كامل رومانيا والنمسا في مفاوضات باش يلقاو شي حل وسط باش ان النمسا تقبل رومانيا هاد السنه هادي باش تدخل شينغن. مفاوضات بطبيعه الحال باءوا بالفشل، لحد الان مازال النمسا كترفض رومانيا باش تدخل لشينغن اليومين هذا. فكلشي بدا كيشوف بان النمسا تعارض رومانيا مباشره، يعني عندها مشكل مع رومانيا مباشره وماشي المشكل ديال الهجره كما كتقول. هادشي اللي خلى ان رومانيا تاخذ بعض الاجراءات ودارت بعض الخطوات اللي فريمون زوينين هاد العام هذا. فرئيس الوزراء ديال النمسا في اخر تصريح ديالو نفى هاد الاخبار هادو بان النمسا عندها مشكل مع رومانيا، وقال باللي المشكل ماشي مع رومانيا وانما المشكل فهو باش يحمي الحدود ديال شينغن. فهاد التصريح هذا اللي قالته النمسا، رومانيا استعملته كسلاح ضدها، يعني ضرباتها بسلاحها. وواحد الموف اللي دارتها صراحه زوينه رومانيا واللي تحسب لها بطبيعه الحال، وهادشي كامل داخل في السياسه. فقالت بان بما ان النمسا كتقول ان هادشي كامل باش تحمي ليسباس شينغن، يعني اوتوماتيكمون كتقول ان كاع الدول اللي اكسبت رومانيا تدخل شينغن فهما واخدين قرار خاطئ، فهما ما مسوقينش السيكوريتي ديال ليسباس شينغن، ما كيعرفوش ياخذوا قرارات. النمسا الوحيده اللي زعما عارفه شنو كدير وهي الوحيده اللي باغا تحمي الحدود ديال شينغن. فهنا ضرباتها بواحد السلاح اللي خلات النمسا ان شويه تبرزطات بهذا القرار هذا. وكذلك ان قال رئيس الوزراء تاع روماني، قال بما ان النمسا هي الوحيده اللي كتقول باغا تحمي الحدود ديال ليسباس شينغن، فتخرج هي من ليسباس شينغن وتدور الحدود على البلاد ديالها، ورومانيا تدخل عند الاصدقاء ديالي اللي هما اصلا باغينا من شحال هذين، هما الدول كاملين ديال ليسباس شينغن، تخرج النمسا بالرجوله. يور نام نيتشو بروبليما كاوستريا سياسه ديال شينغن. زائد ان رومانيا فورسات عاوتاني بطريقه واحده اخرى، وقالت بان الا عاوتاني النمسا رفضات الملف ديال رومانيا هذه المره ولا رفضات الانضمام ديالها لشينغن، فهي غادي تلتجا للمحكمه ديال اوروبا. هنا غادي موضوع واحد اخر، فيلم واحد اخر غادي يوقع عاوتاني. داك انديتيم اوستريا با فوتام بوتريفا ديراري رومانيا لا سباتيو شينغن وي اتاكا لا تي جي او. الاخر رومانيا خلات النمسا في موقف محرج، ما عارفاش دابا شنو غادي دير في ديسمبر، واش غتاكسبتي ما غاديش اكسبتي، حيت الى دازو المحكمه ديك الساعه غادي تكون واحد الفرصه كبيره على ان رومانيا تدخل شينغن، لان نسبه كبيره ان المحكمه تحكم لصالح رومانيا، خاصه ان اسبانيا هي اللي كتولى الحكم في هاد الست شهور الاخرى. كما كتعرفوا فاسبانيا من اكثر الدول اللي باغين رومانيا انهم يدخلوا ليسباس شينغن. فهنايا كتشوف بان رومانيا في موقف قوه. هادشي كامل سياسات، هادشي كامل ما عرفناش شنو غادي يقدر يوقع في الاخر. كما كتعرفوا يقدر عاوتاني يخرج لك شي حاجه واحده اخرى، يخرج لك شي بلاد واحده اخرى حتى الدقيقه 90 عاوتاني، ويخرج شي قرار مختلف. بخصوص البلان ديال بلغاريا اللي شفتوا العام اللي فات ان هولندا رفضت الملف تاع بلغاريا، فهنايا رومانيا كذلك دارت واحد الموف كذلك اللي زوين. كما كتشوفوا رومانيا فهي فريمون خدامه وفريمون عندها واحد الرغبه كبيره باش انها تدخل شينغن. فرومانيا حاليا كتسنى القرار النهائي ديال هولندا بخصوص الملف تاع بلغاريا، واش غادي اكسبتيو ولا غادي ريفيزيو. علاش؟ لان الا كانوا غادي يرفضوا بحال العام اللي فات، فهنا غادي يفصلوا الملفات ديالهم جوج. كما كتعرفوا رومانيا وبلغاريا بجوجهم في ملف واحد، الا كانت غادي ترفض بلغاريا هولندا، رومانيا غتدفع الملف ديالها بوحده، وهنا كذلك غتكون عندها حظوظ كبيره انها تدخل وبلغاريا ما تدخلش. لكن الا كان الموقف ديال هولندا مختلف واكسبتاو بلغاريا، فغادي يدفعوا الدوسي ديالهم بجوج ويدخلوا بجوجهم ليسباس شينغن. هنا ما عرفناش شنو غادي يوقع. غادي يكون ان شاء الله واحد الفوت في اكتوبر كما العام اللي فات، وغادي يكون الفوت النهائي كما كتعرفوا في ديسمبر. لكن الا كانت النمسا مازال معارضه، روماني غدوز ديريكت المحكمه، وهادشي غيقدر انه ياخذ شويه ديال الوقت باش يخرج القرار النهائي. وكاينين كذلك بزاف ديال الاخبار اللي كيدوروا مؤخرا على دوله النمسا، واش غادي تخرج من ليسباس شينغن. بزاف ديال الميديا كتهضر بزاف على هذا البلان هذا، واش بصح غادي تخرج ما غاديش تخرج. المهم هادشي كامل ما عرفناش حنايا، دايروا تبخوا في الكواليس واش غير باش يلقاو سياسه لرومانيا باش انهم المهم
ما مازال ما عرفناش بالضبط، مع الوقت بطبيعه الحال غادي نعرفوا كاع هذا الشيء. وهادشي كامل راه كنبارطاجي معكم في انستغرام، وكذلك كنبارطاجي معكم حتى في يوتيوب باش يبقاو الفيديوهات الناس اللي ما يقدروش انهم يشوفوا ستوريات مثلا، غنقدر لكم فيديوهات كما كنساليو ديما. جايه جايه تتت تالله.